السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي يا ضيف انترنال ريفيشن؟ احنا عندنا الريفيشن فيو الريفيشن، تختار الريفيشن اللي تبدأ تحطه. المكان اللي انت عايزه هو اوتوماتيك بيتجه مكان اقرب حيطة ليه، تمام؟ يعني حتى لو هي مايلة بياخد نفس الميل بتاعها بالشكل دوت. طيب انا ممكن احطه هنا مثلا في دوس الغرفة ديت ودوس اسكيب، وبعد كده لما بتدوس على الريفيشن بيبدا يجيب لي ان انا اقدر اعمل الريفيشن في اي اتجاه من الاتجاهات، ممكن يكون الاربع اتجاهات. هو اوتوماتيك عمل لي الاربع اتجاهات بالشكل دوت، اقدر اسميهم باسم الغرفه اللي هو موجود فيها. وخليني اجي هنا مثلا في شيت واقول له نيو شيت، وابدا اسحب الاربعه دول في قلب الشيت بحيث يبداوا ياخدوا اسم. طبعا نقدر نعملهم فيو تمبليت بحيث انهم كلهم يتغيروا مع بعض في نفس الوقت. تقدر تعمل مثلا تشوف واحد زي دوت تعمل منه تطبيقين في الانتريور فيشن. وتبدا تظبط الخصائص بتاعته زي مثلا فيو سكيل وهكذا. نرجع هنا تقدر تلاقي ان هو بدا ياخد الارقام بتاعت الريفيشن 1 2 3 4 من الارقام ديت. هو دوت 1 2 3 4. ممكن تلعب في الشكل نفسه تقدر تعمل سلكت مثلا دوت كده، وتدخل هنا في الليد الطيب وتعمل منه دوبلكيت خاص بالانتريور. وهنا تعدل الليفيشن تاج لو في اكتر من واحد، تقدر تختار النوع اللي انت عايزه او تحمل فاميلي دي اسمها الليفيشن تاج، وكل هوا التاج تقدر برضه تحملها زي ما انت عايز وتختار الراديوس بتاعها زي ما انت عايز. ممكن تربطها بتمبليت معين بحيث اي واحد نوع جديد يبقى انتريور ريفيشن على طول.